Paroxysmal muscles بتكون هاي عندي ثلاث مراحل تتميز الكف كم paroxysmal تين بتصير forceful ending with a rounding inside the move اللي هو now صوت الدي that's why we say moving cup and it's easy to in diagnose the patients that's why sometimes there's no need in a standard confirmatory testing as long as the diagnosis is clear you can بسهولة إنه حتى البارع with another bacteria or whatever, okay?
differential diagnosis. Differential diagnosis بدنا يعني in general we have to know إنه السيمبتومز بتخلي عنا questions think about other bacteria, TB, media and viral pneumonia. The absence of feedback and purposes differentiate this from diseases from most bacterial infections, as we said. Adenovirus as being a cause of paroxysmal coughing are associated with invaded lymphocytes that move to your system. يعني أنا كمان زمان adenovirus are as being virus. كمان infection فيهم ممكن يكون أقل سبب paroxysmal. خلنا نحكي coughing that sometimes تخليه يفكر إنه هي paroxysmal. لكن احنا حكينا كيف نعمل بارتسس الـ RCR بيساعدنا الـ يعني هاي هي الاشياء اللي بنحكي the best أو the preferred to identify complications فعنا list of complications the most common complications هي pneumonia pneumonia is the most common complication طبعا فعنا long list فعنا also acute cases عنا otitis media also is included عندنا bronchiectasis كمان is another problem. لاحظين في عنا نحن other respiratory infection. إذا كان عنا other order. What is seizure? ممكن يصير كمان hunger. ممكن يصير عندهم abscess. تعرفين long list من هاي ممكن كمان نتيجة عندهم زي ما حكينا بسبب frustration و exhausted يكونوا المرضى. فممكن يصير عندنا مراحل صعبة كثير. بيصير عندهم يعني خاف الكومبليكيشن النتيجة إنه يصير ما بيصير الطفل يعني يشرب ولا إيش فبصير عندنا ممكن يصير عندنا in this case dehydration في بعض الحالات طبعاً في استفسار عندكم what other زي ما حكينا ممكن يصير عندنا checking abs ممكن يشرب كمان عندنا for feeding fail after trial fail after trial في activity conditions fail after trial adequate conditions بصير adequate خلينا نحكي acquiring very growth بصير الجروث تاعه بطيء جدا بسموه fail after trial conditions what else كمان ribbon fractures ribbon fractures تخيلوا قديش بتكون forceful بتكون مستعد ribbon fractures okay what else other ممكن يصير super infection viral what else pyrexia other what's the brain damage hemorrhage subcutaneous cavernous hemorrhage as well as spina long list من عنا لا بس دكتورة بدي احكي لك انه المايك مش شغال يمكن انا مش كثير سامع مش واضح الصوت الباطي يعني كثير ايوه امسكه الصوت بصير يروح يرجع راح احاول هذا كيف مزعج صراحه انا طيب بس كنت انه اضافه بريفيشنز الوقايه خير من العلاج هلا نحكي عن التيتان احنا عن الفيرتس اللي هي الوومن كاف فينا في البريفنشن فينا 3 نحكي ثلاث مراحل بناخذ فيها البريفنشنز او بالنسبه مناعه خلينا نحكي من الوومن كاف فينا بالالي انفنسي عند الاكل ايمنايزيشن دي تي ال بي بكتيريا تيتانس سيلولار بيرتسس سيلولار هذا انه في عندنا كومبوننت من البكتيريا بناخذ وليس دخول سيلف بكتيريا عشان ايه السيلولا كيف هذا الفاكسين بناخذه تقريبا هلا رح نشوف احنا المطعم الوطني الاردني بناخذ ثلاث مرات في نهايه الشهر الثاني الثالث والرابع او نهايه الشهر الثاني والثالث والرابع رح نشوف هاي بتسميها بلاد انفنسي الاكتف ايمنيزيشن اللي بناخذها احنا بشكل طبيعي عندنا مرحله الادوليسنس بوستر دوز من دي تي اي بي اجين عدد نحن نعطوهم بالصف أي صف؟ العاشر فعلنا بالأدلت subsequent poster doses من DT DDAV إذا نحطي هون small أو small letter D ال D وال B which means in smaller doses okay مقارنة بال D وال B فإذا في الأبي الفنسي في مرحلة الأدوليسنت في الأدلت في عنا في البداية الأكتف إيمنايزيشن بعدين في عنا البوستر دوز وفي عنا سبسيكوان بوستر دوز هنا طبعا مش موجود عنا هون إحنا لمن يرغب بإمكان يخرج هون كي أوسو بمتعلق بإيمنايزيشن للبريجننت لاست تايمسترز إتس أدفايزر أو ريكومندد إنه نعطيها في لاست تايمسترز نيو ماذر كير
اللي برا الانفنت ينقطع 6 مانث هيلث كير وركرز وكان تشيلدرنز اوتس ريكومندد ان ياخذوا التاكسي هذا. الاميونيتي ويت تايم سيرها ويتس سيرها تنقطع بالقل يعني. That's why احنا حكينا ليش نحكي نرجع ناخذ بوستر دوز على في مرحله الادوليسنس. وبالعكس اللي يكون ماخذ فاكسين لما بنصاب فيها هي بتكون مايلر انفكشن. That's why هم بيكونوا ايش؟ Sometimes the source of infection to other people اللي ما بيكونوا ماخذين الفاكسين خاصه اذا كانوا اطفال. بما يتعلق بالبروفيلاكسس هلا صارت عندنا انفكشن الكلوز كونتاكت في عندنا كلمه بروفيلاكسس ناخذ من الازيثروميسين هو راح يكون اصلا دراج اوف شويس تو تريت الموفيد كاب. نعطيه للاكسبوز فاميلي هاوس هولد هوسبيتال كونتاكت خاصه اذا كان عمرهم اقل من سنتين وبما انه هي في عندنا كونتاجيوس شو اذا بدو ثينك ذن وي هاف تو ايش ايزوليت البيشنت عندنا في الهوسبيتال. Treatments. Summarize quickly what did we say? بلشنا باللاب فايندينجز. إيش اللاب فايندينجز؟ شباب اللي أنت إيش؟ خليكم معنا. أنا قامت الأسماء مش معي بس أنا مختار أسماء عشوائية. في ريت الجميع يعني ما بدي هيك أماكن فاضية المرة القادمة أبداً. كل يكون ما بدي ولا مقعد فاضي لقدام. اللي بالخلف شو حكينا عن اللاب فايندينجز؟ ذكروني شو قلنا؟ تميز ايش بيستخدموا ليكوبينيا ولا ليكوسايتوسيس؟ ليكوسايتوسيس قديش بتوصل عندنا تقريبا؟ ايش بالديفرنشلز؟ ليكوسايتوسيس. ايش تميز الديفرنشل؟ ليكوسايتوسيس. ايش الديفرنشل؟ شو بصير عندهم؟ ايش اللي بيرتفع؟ قديش نسبته؟ خلوني شوي، لا بالديفرنشل ما بنحكي فيه بار. ليمفوسايت صح؟ ليمفوسايتوسيس بوصل عنا 70 إلى 80. إيش بس بريفيرد واي إنه نتعرف على البكتيريا هناك صبية؟ كيف نعمل كلشر؟ نعمل آر سي آر من وين؟ نيزو فارنجال سواب. طيب نتعلق بالكومبليكيشنز. ليست مي سم أوف ذيس كومبليكيشنز هناك صبايا في الميدل. حدا يقول لي الكومبليكيشنز لونج ليست حكينا. تفضل غير نفس الصبية غيرها من الخلف نيمونيا الموست كومون شباب هناك انا اللي بساله الاسم المره القادمه هي علي علامه انا عندي اكثر اكتف ليرنينج اوكي معي هون نهايه الفصل بختار اسماء سمبلي وانا اعطيك هذا الشانس ما بعطيك اسئله لانها غريبه اسئله بتكون محاضرتي بسال اي طالب بناء على القائمة عندي في complications شو بصير معهم؟ تاكسيميا شو بصير معهم كمان؟ سيجار تاكسس اتاكسس برونكيتياسس هامرج كونجكتيفايتس ريب فراكشرز اوكي شو البريفنشنز؟ ايش الكيمو بروفيلاكسس؟ ازيثروميسين اللي هو رح تشوفه هو دراج اوف تشويس في التريتمنتس What else we spoke also about the preventions. نعطي في مرحلة الأكل immunization في الانفانسي في الأدوليس عن البوستر دوز وفينا في الأدب كمان بوستر دوز. طيب ما لم نحكي سكتوني على treatments specific measures في عنا نحكي على الأنتيبيوتيك في عنا general measures in general. طبعا الأطفال كونوا باروكسيزم بدلش حتى شيء يعني سمبي ممكن يدخلوا بدي هايبريشنز زي ما قلنا فرستريشن بنحطه تماما ما بيقدروا يأكلوا But they need nutritional support. Minimize also what we have to do. The best way to manage the cup is to try to minimize the stimuli that trigger autism. يعني حتى لدرجة إذا بيبكي لا لا خليه. إذا بدي أطعمه يبكي لا. Okay. Albuterol, steroid, amphetamine, conflicting results about using all of these to control the cup. Treatment of complications. إحنا وإحنا بنعالج الموبيل كاب بصير عندنا complications. We have to treat. Simply based on complications. عندي نمونيا إذا I have to give antibiotic. عندي seizure and convulsions. عنا anything need oxygen, need oxygenation and so. خلينا specific measure is azithromycin is the drug of choice. And as you know, we prefer دائما بسبب الجي آي تاعته أقل من غيره صح؟ Can be given 5 days. في عنا also clarithro can be given for 7 days with erythromycin.
بس احنا ما نفضلهم كثير بسبب ايش؟ longer duration with myocardial stenosis common side effect صح انه myocardial stenosis لا macrolide ما هي لسه مثل azithromycin بس still few cases can be done. هلا في حالات البنسلين الالرجي كان بي باكترين بما يتعلق بالجنرال ميجرز نوتريشنال سبورت از وي سي دورينج الباراكسيزمال فيز ممكن نضطر لتيوب فيدينجز بارنترال فيدينجز ويدخل عندنا المستشفى واذا بدنا نعطيهم في البيت سمول فريكوينت فيدينجز سمول فريكوينت ممكن نرجع بالسترنج 1 تو 2 ام ال كل شوي حتى جست ميك شور ان سوالو الكميه ونرجع نعطي اوكي سمول فريكوينت فيدينج وممكن نرجع لبارنترال يدخل عندنا الهسبيتالز Minimize the stimuli. As we said, the best way to control a cough is to avoid anything that can trigger it. Remember, on the cholesterol, diphenhydramine, always there is a conflicting results. Till now, there is no clinical trial that showed the benefits of these using these medications. يعني في some نحكي advantages and disadvantages. That's why still now it's not recommended. حتى antitussive, anti-suppressant is not recommended to be used. بما يتعلق بالcomplication as we said إذا عنا respiratory problems pneumonia what is acidic acid bronchitic acid they need oxygen we have to give we need any ventilation we have to give يعني support with ventilation إذا in general also في حالة convulsion any supportive care and anticonvulsants عن في حالة pneumonia or typhus media إحنا بنحكي عن أكيد bacteria so we have to give antibiotics Prognosis للبيشنت with pertussis improved in recent years. The disease is still very serious and it's been going on for 1 year. Especially أنه بيكون لسه يعني بمرحلة المطاعيم. Okay. Children with encephalopathy إذا صار عندنا as a complication بيكون عنده poor prognosis. هذا ما يتعلق عنا ب this table shows us المطعوم الوطني الأردني الموجود عندنا. راح نحكي عنه احنا later بالتفصيل بس just I want to highlight where the active immunization بيصير عندنا بمرحلة الانفلس شايفين مطعوم الثلاثي ضد أمراض فزاز سعاليديكي والدكتيريا دي اي بي تي اوكي تاثيريا بيرتسس تيتانس على نهاية الثاني بداية الثالث ذا سيم نهاية الثالث بداية الرابع نهاية الرابع بداية الخامس وفي عندنا another دوز بتكون في على عمر السنة ونص جرعة ودعم من الدي بي تي طبعا هو نفس الشيء باللغة الإنجليزية ذا سير رح نحكي احنا عنه بالتفصيل أكثر بس أنا حبيت أعملكم فقط هايلايت وين احنا بنعطي الدي المطاعيم الثلاثة عندنا للدي بي ال موفينج أي استفسار عن الموفينج هي شورت small topic أي استفسار؟ أوكي؟ رح نبلش بموضوع آخر. سريع. رح نبلش بالشابتر اللي بدي رح نرجع نكمل إن شاء الله نكمل على السيلابس. صارت الخربطة بسبب شوية ظروف. فعملنا إذا لاحظتوا بعض المواضيع كانت في آخر السنة بس أخذناها في البداية ما في مشكلة رح أتم تحديد أنا هلا رح أنزل التابلز بما يتعلق بالمواضيع اللي أخذتها إيش التابلز بالفكرة المطلوبة منكم طبعا مادة الميد لسه ما أنهينا رح ننهي بالدياكتوس أوكي بالإضافة للمواضيع اللي أخذتها بما يتعلق بالأكتف ليرنينج أنا بعمل أكتف ليرنينج عشوائي يعني ما بقول لك بكره فيه فتوقعوا أني تايم سبيشالي في رمضان عندي تو أكتف ليرنينج فلا تقولوا لي متى اوكي حسب موضوع المحاضره هو اللي بيحكم اوكي فممكن اليوم ممكن الثلاثاء يكون عندي دائما اكتف ليرنينج بالاضافه طبعا اكتف ليرنينج زي ما بتعرفوا 120 عليك 20 على 10 علامات على الفيديو وراح يكون عندي 2 على الاغلب اكتف ليرنينج وسبيشالي يعني بتكونوا متوقعين بشكل كبير راح يكون في شابتر بالزيادة فخلينا نبلش في شابتر بيدياتريكس شابتر بيدياتريكس في البيسكس هي
That's why كنت بتمنى يكون في البداية لكن ما بيأثر. إحنا أخذنا أمراض وأنتم متعودين تأخذوا diseases بأذى في رابطيس. إحنا الكورس بيجي مش فقط عم بحكي عن diseases. That the most important thing that you have to know. بكل الثيرابيتكس أخذتهم عم تحكوا عن ديزيز. بالأطفال عم نحكي عن الدروس، عم نحكي عن الدروس، عم نحكي عن other minor illnesses that sometimes مش بحاجة عنا إنه يروح الواحد فيها طبيب تيجي، okay؟ مثلا but we are speaking about care of pediatrics. Okay, pediatric clinical practice involves care of infants, children, adolescents, with the goal of optimization, health, growth, and development towards adulthood. We are taking care of infants, children, and adolescents. All of them, pediatrics. Then we have a classification within term of pediatrics, with the goal of optimizing not just in the treatment. We have not optimized just in the health, growth, and development. We will see how to assess the growth. نشوف هذا الطفل لما أم تحكي طب أنا ابني طوله طبيعي وزنه طبيعي هل سيكون فرنسا طبيعي يعطيه أول بنت. طب I want to ask you about this constituents. Pediatric patients are smaller adults where those are scaled only for their smaller size. What do you think about this? Is it right? حدا عندك؟ تفضل. ليه؟ أنا ما سمعت كثير بس أنا سمعت شوي من الصوت ميتابوليزم. يس فعنا أشياء إذا فعنا اختلافات في الفارماكوكينيتيك بين الأدلت والبيديات رح نحكي عن specific examples في المحاضرات القادمة. نحكي بالتفصيل شو في اختلاف في الميتابوليزم في الديستريبيوشنز في الابسوربشنز وانواع الابسوربشن بين الادلت والبيدياتريك. بنلاحظ ابسوربشن اسرع وبالتالي ميديكيشن الادلت فيها سمول دوز الميتابوليزم ما في ميتابوليزم ما نقدر نقول نو نيد تو ميديكيشن اذروايز بتكون توكسيسيتي رح نشوفها. اذا فينا اختلافات سو ذس ميسكونسبشن از يو سيد بيكوز فينا ديفرنت فاكتور كان افكت عندنا اللي تتكلم فيها في الديابتكس أو نحكي اللي كنين كبرات في الديابتك كنين كبراتس. بديابتك بشر significantly different within their age groups and from adults فيما يتعلق في drug administration, psychosocial development, organ function development. إذا في هنا كمان classification between the group نفسه بتاع الأطفال. هلا رح نحكي infant children. هلا رح نحكي في هذا classification. في اختلافات بينهم. وفي اختلافات بين جنرال بين البيدياتريك عن الأدلت فيما يتعلق بالادمنستريشن بالسوشيال ديفلوبمنت بالأورجان فانكشن and all of these affect the safety and efficacy of medications. Fundamentals of pediatric patients فعنا classification pediatric patient growth and development differences feel vital sign فعنا fluid requirements. Let's start with the classification. Definitions معروف للأطفال المدوز are younger than 18 years. هلا بعض الدول الأوروبية عندهم لسان 16 years. Okay. إحنا نحكي نزار 18 years. And we have to know that unlike adults whose age is commonly إحنا ممتاز الأدلت بيرز لكن عمر الأطفال الأيش is commonly or can be expressed in days, weeks, months and years. يعني نحكي 21 days old baby نحكي 3 weeks old baby نحكي 4 months old baby تقريبا نبقى لعمر 36 months واحنا نحكي بالmonths. اول شيء بالdays بعدين بالweeks بعدين بالmonths بعد هيك بعد تقريبا 3 سنوات نحكي ايش figures نحكي 4 years 7 years so on. The pediatric patient is classified based on age group. Then, final classification based on age group, and further classification depends on birth weight, weight,
بسموه prematurity status. مثلا ولد هل كمل 38 weeks or not او 37؟ تتوقع هلا قلنا الاهل صح؟ طيب خلينا نبلش بـ first classification اللي هو بيحكي بس على الـ age. neonate، لما احكي neonate I mean انه children او baby عمره 28 days and younger، 28 يوم او اقل او 4 weeks. 29 يوم شو بصير اسمه؟ infant. from 28 9 days the 1 year بنسميه infant. from 1 year ل 12 year child adolescent most common term from 13 years ل 17 years. حتى within a child في further classification will not work already. إذا في عنا neonate نحكي 28 days and younger، عنا infant from 29 ل 1 year، وعنا child from 1 to 12 years وadolescent from 13 ل 17 years. طب let's go to the premature status and starting with the third اللي أخذته بتصور بي كورس المرأة والرجل اللي هو gestational age اللي هو age from date of mother's first day of last menstruation. واضح صح؟ مش conceptional age، this is gestational age، the first day of the last menstrual period to the date of birth. عمر الحمل let's say هو the most common term المستخدم. conceptional age ما بستخدم. طيب لما احكي انا بيبي full term I mean انه بيبي كمل عندي 37 weeks born at 37 weeks gestational later كمل. الطفل اللي بنولد قبل 37 weeks نسميه premature. هلا الاطفال اللي بنولدوا قبل 37 weeks كمان في لهم growth chart والnut body يعني خاصة بسموهم smaller for gestational age and large for gestational age. في معايير أو خلينا نسي points معينة كان خلينا نسي from 10 to 90 percentile within 10 من 90 هم normal، قل من 10 abnormal and above 90 هم abnormal. That's why make it small for gestational age in the neonate birth weight with 10 percentile among the neonate of the same age. يعني في إشي بيقارنوهم بأدر النونيات نولدوا general population نولدوا بـ the same age and gender وبيقارنوهم فيهم. But that's why we say smaller for gestational age and large for gestational age. الترم هلا رح توضح بالنسبة لكم لما نحكي عن percentile لما احنا نحكي عن النورمال population. في عندنا شيء نحكي له chronological post or postnatal age. هذا عمر الطفل حتى الآن، يعني سواء الولد بريماتشور أو مش بريماتشور، أجاني هلأ لتسي على الكلينيك عمره 3 ويكس، هذا البوستنيت الإيش؟ عمره بعد الولادة. إيه from birth to present، measured in days, weeks, months or years. أجاني بعد 4 أشهر، سواء كان full term or premature. كيف يسموه؟ chronological or postnatal age. هلأ في عندنا إشي نحكي له corrected or adjusted age. من اسمه corrected or adjusted age بلجأ له لما يكون عندي الطفل بريماتشور. يعني هو أحد طفل الولد بريماتشور خلينا نسي احنا متعرفين انه 9 months صح الأحمد 3 trimester كل واحد 3 months ولد طفل الولد على 7 أشهر أجي هلا أقول له بدي أشوف أنا طب البروث تاعه شوفي يا دكتور هل البروث تاعه طبيعي ولا لا؟ بقدرش اقارنه بسرعه لطفل هلا عمره قديش اجاني مثلا تسي شهرين بعد الولاده بس هو الولد بريماتشور. بقدرش انا اروح اقارن بطفل ثاني كان فول تيرم الولد تو مانس. فايش بتعمله في البدايه شيء بسموه كوركتيف ايج. كوركتيف ايج يوز تو ديسكرايب ايج بريماتشور تشايلد اب تو 3 ييرز اوف ايج. عندنا equations بناء عليها نقدر نشوف هذا الطفل ممكن بحاجة أعمل زي طفل ولد عمره أسبوع في الثاني. بضلني أستخدمها للأطفال اللي بنولدوا prematurely لعمر 3
ناقص أزوسيميا 40 ناقص الجستيشنال إل ضرب 1 مان تقسيم 4 for example نعطينا طفل عمره ولد على 21 جستيشنال إل شاستر كنشوفنا هذا الإكزامبل حاليا عنده أجاني هلا علي عنده عمره 10 أشهر لكن هو الولد على أي جستيشنال إل 29 كان يكمل فقط 29 من أصل 38 فلتر بس على الإكويشن فعليا أنا بدي أعمله زي طفل 7 أشهر مش زي طفل 10 أشهر ولد فلتر هي منطقية تقدر تعملها استيميشن تضبط بس خلينا ماشيين على الإكويشن 29 ل 38 تقريبا ايش عم تحكي انت شهرين ونص ثلاثه تقريبا نفسه بس احنا خلينا ماشي بالكويشن بالاستيميشن قريب كثير بعد ثانيه ممكن تجيبي هلا الكوركتد ايج انا حشوف اكزامبلز انا بدي كوركتد ايج بستخدمها للاطفال اللي ولدوا بريماتشور طيب اللي بالخلف هناك ولدوا مين باي بريماتشور شو يعني بريماتشور صبايا هناك شو يعني بريماتشوري؟ طيب هنا حدا يقول لي شو يعني بريماتشوري؟ ما عندي صوت لازم قبل 37 ما بيكون كمان عندنا 37 يعني جستيشنال ايج هدول بحسبهم كوركتد ايج ما بقدر اعملهم زي الاطفال اللي ولدوا فولتر فبيجيني الطفل هلا علي يعني هذا طفل اجتني امه تحكي لي صار انا والده 10 اشهر بسالها انا بالهستوري فيري امبورتنت بسالها بالهستوري انت كم كان عمره لما انولد تحكي لي انولد على 29 اسبوع فانا بحسب الكوركتد ايج له وبشوف بيطلع 7 اشهر فلما اجي اقارن هسه في شيء اسمه جروث شارت ما بروح على 10 اشهر بروح على 7 اشهر يعني اذا رحت على 10 اشهر رح يطلع كثير متاخر عم سميه كوركتد ايه اذا هذا كلاسيفيكيشن بيس على الايج على البريماتشورتي ستاتس على الويت الويت في عندنا لو بيرث ويت انفنت البريماتشور انفنت وذ بيرث ويت بيكون تقريبا وزنه من كيلو ونص 2 كيلو ونص فيري لو بيرث ويت بريماتشور انفنت وذ بيرث ويت فروم كيلو لاقل من كيلو ونص extremely low birth weight بيكون عندنا بريماتشور انفنت بس 1000 جرام يعني اقل من كيلو اوكي ما بنولد بهالعمر غير بالويت الا بريماتشور نادر عندنا طفل ينولد فول تيرم ويكون عندنا اقل من 2 مين يقرا هاي الكيس اللي معنا مين شاركني مين حاب تفضل الصبي بس بدنا نعلي صوتك قلبك تفضل I'm M is a 36 week gestational age premature Thank you.